اسمها ايه؟ منة طلال. منة طلال؟ وهذه تاني اصابة لها. زي كمان اصابت وعمرها 37 يوم. اه في كتفها. لا سيدي لا حبيبي. هاي اليوم اصابة. بعيد عن الضغط يعني من 10 15 مكان فاضي يعني. يعني انتوا منطقة سكنية أصلا ولا دي مكان؟ اه منطقة سكنية كتير ناس. طيب أنا أسمع إنه بيبقى في رسائل تحذيرية الأول أو ضباط من الشباب؟ لا مش كله، هو أصلا قصد مش في بيته. مش في بيته؟ أمال فين؟ هو لو في بيته كان ما طلعش حاجة. طيب يعني ده كان في الشارع، هو قاعد في الشارع عادي؟ اه هو كان جاي على باب البيت. باب بيته ولا باب بيت ناس؟ باب بيته. تمام. صار القصد بعيد يعني 15 متر تقريبا. دي طيارة بدون طيار ولا؟ F-16. طيارة بدون طيار بعيد 15 متر بتعملش شيء. تمام. F-16 فصار بكاء. لما F-16 تضرب يعني تحفر في الأرض تقريبا 20 متر، طلع المي مثل ما طلع المي. فكنت الطين و انت كنت معي؟ كتير. انا لا ما كنتش هناك، انا لي 3 شهور في مصر بس جاي لشغل معي في مصر. يعني هو ده كان ضرب عشوائي يعني؟ مكان ارض فاضي. لا يعني هم كانوا بيعرفون بضربهم اليوم. بيعرفون بضربهم. ورغم هيك بسالف مدنيين كثير يعني. هو كان معاه بنته. بنته حصل لها حاجة؟ والركام كله قال عليه. بنته كانت بعيدة عنه يمكن 2 3 بتلعب بتسحب بالساعة. فهو لما صار القصف راح ضرب بنته. بنته انكسرت ايدها وانقطع اللسان. يعني انكسر بس. الحمد لله يعني بخير، اللسان بالهم. هي فين بنته؟ في غزة. هو ليه ما جاتش معاه مصر؟ حتى كويسة، هو بس حتى ما كانتش كويسة خالص. طب ليه ما نزلتوش في الأنفاق أو في البيوت من جوه؟ يعني ليه طالما هو عارف إن في قصف قاعد بره البيت ومعرض أمن بنته وسلامتها الخطر، يعني ليه ما حاولوش؟ هو حتى إنه على باب البيت ما فيش حدا مطلوب يعني حواليه، يعني مثلا قاهم. هل صحيح بيبقى في صواريخ تحذيرية الأول وبعد كده صاروخ يقصف البيت؟ مش كل البيت. ايه اسراء، ايه اللي حصل؟ مش عارفين ولا حاجه. كانوا نايمين. انت كنت نايمه؟ طيب ايه حالتها بالظبط؟ عندها كسر في الذراع. عملوا لها عمليه في مدينه غزه. عمليه برضه؟ عمليه. عملت في غزه بس انا جايه للمتابعه لانه ضروري المتابعه في مصر. تمام. احنا قاعدين نحضر سحور في المطبخ. ايوه. شويه. خد الحمام شويه. حضرنا وخلصنا. طلعت بره كنت بطمئن على صحابي من الفحص. فجأة صرنا كده شفت الانفجار. احنا كده. في المرة التانية مرات بسرعة في الجار التاني. يعني مكانش في مكان الواحد يطلع. ما حاولتيش تستخبي في حتة عشان ال ما ينفعش ده ورا بعض كله. ورا بعض كله. كل ورا بعض. السقف كله الحديد سبب كسر في الفخذ الايمن. ايوه كسر في الفخذ الايمن. صحيت الحاله الحين مدفوع. ست ساعات اطلعوا من بين الركام من الارض كان مدفون لهنا. اطلعوا من اجت الناس وطلعوني بالطوارئ وضعوني على راسه خدني وعملوا لي ولا اليوم هاي ذكي. طب هو حاله حضرتك ايه بالظبط؟ ايوه عنده كسر في المستقيم. كسر الساقين. شايفه؟ لاتينو كسر. انت عايش لوحدك؟ لا ما كانوش عنده، كانوا شاردين كله عالم. هو بس احنا الكبار ولما صار القصف الناس بتبدا ايش تهرب. هو كان زلمه كبير في العمر. ضلوا قاعد في البيت اخذ نصيبه. وانا زيه، انا حتى انا اولادي اجوا عندي، احنا الكبار في العمر بنضلنا في البيت، بنروحش نموت في البيت احنا. لكن الشباب بيروحوا، انت بيدك هدم تهدم بيساعدك، انت ست عايزه كذا، واحد ما فيش عنده بيساعده بيعمله، واحنا كبار السن بنضلنا قاعدين في البيوت. فهذا هذا قدرنا ونصيبنا الحمد لله. ستين عندي ما لهمش اصلا. النخل يعني كان هو طلع من جوره، هو طلعوا من جوره. كم نخله حامله يعني، نخل ماشي جوافه مليانه. عرفت النخل الشوكي؟
انا قلت لك ما بيرحموش عدوان يعني جماعه وحوش رميه النخله بتشوفها هي وجبنها وحيوانها كله انخلع النخل من حق وراك يعني الزرع كله كله فاني يعني مزارع القضيه انتهت هذاك شغال مزارع هناك اه مزارع مزارع فاضي اه له ارضه بيزرع فيها نعم